اليوم احنا في بيت المرحوم عبد الكريم، نسأل الله سبحانه وتعالى انه يرحمه ويتغمد وجهه الجنة، اللي توفى ليلة البارحة ولا زال في المستشفى ولم يتم دفنه لحد اليوم. هناك جانب مهم جدا يجب تسليط الضوء عليه، جانب انساني. احكي لكم اللي صار بهذه العائلة. عبد الكريم الله يرحمه راجع مستشفى الكاظمية، وكان المرض ماخذ به وضعه واصل مرحلة متقدمة، تم تشخيصه بفيروس كورونا وتم إحالته إلى مستشفى الكرخ. أجروا له اللازم وما قصروا وياه. زوجته وبناته بعمر 24 سنة و 18 سنة أيضا تبين إصابتهم بالمرض ودخل مستشفى الفرات وهو في مستشفى الكرخ. زوجته طلبت أنه تنتقل من مستشفى الفرات إلى مستشفى الكرخ حتى تداري. بقت وياه أقل من يوم، و ليلة البارحة فارق الحياة، توفى. اللي صار أنه زوجته احتارت أنه تبقى يم الجنازة لو تروح يم بناتها. بناتها بعمر 18 و 24 سنة عرفاً بالخبر، وتعرفون بنات بهالعمر هذا ويسمع أنه والدهن توفى. الزوجة من تمر به شي ظرف تريد أخواتها أخوتها أقاربها صديقاتها جيرانها يمها يواسوها، ما حد يقدر يوصلها لانه بالعزل. البنات اللي وصلهن الخبر وبنات بهالاعمار هذه ويسمع عن ابوهن توفى، اكيد يريدن امهن يمهن اقاربهم، ما حد يمهم يقدر يواسيهم لانه ايضا بالعزل. تصوروا هذه الحاله تصير بالعائله. الجنازه لا زالت ما اندفنت. هذا الجانب الانساني. اولا الناس لازم تعرف معنى هذا المرض، خطوره هذا المرض، هذه المآسي اللي تصير بهذه العوائل، نرجو عدم الاستهانة. وأيضا أوجه طلبي من إلى السيد رئيس الوزراء والسيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكل الجهات المعنية أنه تنظر بعين العطف والرحمة لهذه العوائل. هذا الجانب ما مركز عليه وماكو اهتمام، ما أخذ اهتمام العوائل اللي نكبت بفقدان أعزاء عليها بمرض فيروس الكورونا. لا يقدرون يسوون مجلس عزاء، حالهم حال الآخرين، لا يقدرون يدفنونه بالطريقة اللي هم يريدونها، لا الناس تقدر تجي وتعزيهم، وهناك ضغوطات نفسية. ظن البنات الصدمة اللي عاشنها واللي راح يعيشنها وراح تلازمهم طيلة العمر، إذا ماكو هناك إجراءات من الحكومة لتخفيف عن هذه المعاناة، على الاقل انا طالبت مره من المرات انه على الاقل اعطاهم امتيازات الشهداء والاهتمام بهم على الاقل من الناحيه النفسيه لتخفيف المعاناه. اتمنى من كل مواطن يسمع هذه القصه، واحنا هسه في بيت اصحاب العزاء والجنازه لا زالت موجوده، وزوجته لا زالت يمه في مستشفى الكرخ، والبنات لا زالوا في مستشفى الفرات، والمعاناه شديده جدا. اتمنى انه تاخذون هذه المساله بعين الاعتبار، وتعرفون انه هذا المرض ما يعرف رحمه. يعني كل الحوادث اللي صارت، حوادث الارهابيه، حوادث سيارات، ناس فقدت اعزاء عليها، لكنه العوائل ما تعرضت تتعرض له هذه العائله وكل العوائل اللي فقدت اعزاء عليها. انا اليوم ناشدني احد المصابين سابقا وايضا فقد والده في منطقه الرصافه، يناشدني يقول اريد بس تسمحوا لي 5 دقائق بس اروح ازور قبر والدي، لان تعرفون حضره التجوال وهذه الظروف اللي يعيشها البلد ما يقدر يروح يزور قبر والده ل5 دقائق فقط. بس هذه الامور ارجو ان تخلوها ببالكم.